بعد اعتقالها ب9 أشهر كانت في صبية معتقلة، طبيبة كمان، هي تواصلت معنا، خبرتنا أنه طبعا الحكي بشكل راجع يعني عن أول أسبوعين من اعتقال رانيا. فخبرتنا أنه رانيا كانت بزنزانة قرب زنزانتها بفرع طبعا الأمن العسكري، يعني سمعت أصوات هون، أصوات الأولاد، وواحد من رجال الأمن قال لها مو أنت بس هون طبيبة، يعني في طبيبة هون جنبك اسمها دكتورة رانيا العباسي هي أولادها. فكانت تسمع أصواتهم، تسمع بكاءهم. هي أول أسبوعين من اعتقالها لرانيا، وبعدين هي هذه الطبيبة انتقلت لفرع تاني وطلعت. يعني بناء على شهادتها فهن كانوا حاطين الأم وأطفالها مع بعضهم. يبدو أنه كلهم كانوا سوا. هلا مؤخرا من عام تواصلت معنا كمان صبية، كمان كانت معتقلة بفرع فلسطين، شافت رانيا بال 2014، آخر 2014 طبعا على كلامها، وكان معاها على حسب ما قالت 4 أطفال، وهي يوم واحد يعني إنه فاتت رانيا بهذا اليوم شافوها، كان معها الأطفال وإجوا أخذوا الأطفال وقعوها إنه هن تنازل إنه ياخدوهن لأي دور أو أيتام أو هيك، وأخذوهن من رانيا. يعني أجبروا أختك دكتورة رانيا للتوقيع على التنازل عن أطفالها؟ إيه، إنه ياخدوهن يعني على مكان تاني، فأخذوهن من رانيا على حسب كلام هاي الصبية يعني. ورانيا بعدين أخذوها ما بيعرف لوين، يعني طلعت من فرع فلسطين ما بنعرف لوين خلال يعني أسبوعين. هدول الخبرين الوحيدين اللي وصلونا يعني من معتقلات طالعين، يعني سابقا كانوا مع رانيا، بس ما في أي خبر غير هون. شو بتقولي لحدا رح يطلع ويقول إنه كل القصة كذب وتلفيق وهدف تشويه النظام؟ طبعا هي برجع بقلك لأنه هي القصة ما بتتصدق، يعني ما في وحشية بتعادل هيك وحشية أبدا. لكن هذا الحكي عليه شهود، نحن ما لنا عم نألف قصة، في أشخاص عائلة كاملة، أبوين وست أطفال وسكرتيرة، 9 أشخاص اتاخدوا أمام مرأة جميع الناس من بيتهم وبسياراتهم الخاصة ومع ممتلكاتهم، والعناصر معروفين وتابعين للأمن العسكري ودخلوا فرع الأمن العسكري، وفي شهود إنه هن كانوا بالأمن العسكري. فهي هذا ندل على شيء إنه ما صدقوا القصة، بدل على وحشية النظام، وبدل على مدى يعني تخطي كل الحواجز، تخطي كل الأعراف. وهلأ نحن على أبواب 10 سنوات، يعني رانيا حتتم 10 سنوات خلال أسبوع هي وأطفالها. نحن ما بنعرف، صرنا بدنا نعرف بس هنن على قيد الحياة أو هنن لا، يعني نحن بس بدنا نعرف وين هون. يعني لنفترض جدلا أنه الأم والأب متهمين بأبشع التهم، شو علاقة الأطفال لتعتقلهم؟ مثل ما قلت أنت، إذا كان فعلا في عندك أي تحفظ على الأب والأم، الأطفال الستة هدون شو وضعهم، شو ذنبهم؟ يعني نحن لما وصل لنا الخبر كلياتنا، يعني حتى ما خبرنا ماما، أنه مستحيل مستحيل، يعني الأطفال أكيد يومين ثلاثة، يعني يوم حتى مو يومين ثلاثة، يوم هيك بيتصلوا مثلا بحدا من أهلهم تعالوا خدوهم. هدول أطفال يعني الصغيرة عمرها سنة ونص، يعني شو بدها تعمل؟ يعني لقاحاتها، أدويتها، بترضع لسه كانت ليام من أمها. طبعا أنتوا شاركتوا بحملات دولية للكشف عن مصير أختك وإطلاق سراحها وسراح أطفالها. الأمنيستي إلى كل سنة حالة بتحكي فيها عن حدا، عن حالة مميزة. يعني كانت آخر 2014 هي عن رانيا، وجهوا خطابات رسمية عندي، يعني عندي صيغتها لبشار الجعفري، لبشار الأسد، للمقداد يمكن كان اللي هو وزير الخارجية، فخطابات رسمية يعني إنه هاي العيلة بدنا نعرف مصيرها، إذا كان في محاكمة أدمون للمحاكمة، الأطفال، الإطلاق الفوري للأطفال. ورجعوا هلأ فعلوا الموضوع على فكرة الأمنيستي مرة تانية، يعني إلون سنة عم يحكوا كمان برانيا اللي ببوسطن بأمريكا، فنفس الشيء عم بيرسلوا خطابات ورسائل للنظام، للأسماء، لزوجته البشار، للزعماء العرب اللي على صلة مع النظام كمان، ما في أبداً أبداً. يعني بشكل مؤكد 100% أنه بشار الأسد وزوجته أسماء عرفانين بقصة أختك وأطفالها، إذا ما كان عبر أتباعهم فهو عن طريق المنظمات اللي عم ترسل خطابات رسمية. طبعا خطاب رسمي هلا هو بيوصلوا له، معقولة إنه في حدا بيمنع وصول الخطابات؟